رجعنا لكم لأجمل وأطرف وأظرف وأحلى فقرة في البرنامج، فقرة الضيف. خصوصا بقى النهاردة ضيفتنا شابة جميلة عسولة أمورة فيديت حتة كده بمبناية إيه على بوه. تيجي بقى نشوف علياء الحسيني. برنامج نفسنا برنامج ناجح جدا، قدر في وقت قليل جدا يكون ليه متابعين في كل انحاء العالم من العرب والمغتربين. في فرق بين نفسنت الستات ونفسنت الرجاله. هو عاده يعني نفسنت الستات بتبان قوي عليهم، على تصرفاتهم، في تصرفاتهم، حتى ايفن في رياكشنز بتاعه الملامح الوش، بتبان وقتي ما الستات ما بيقدروش يخبوها. نفسنت الرجالة أعتقد أن الرجالة أتقل شوية في الموضوع ده من الستات، ممكن يكون من جوه كده يبقى شايل وأسود جدا، بس تمام أنا قدامك أوكي، بس من تحت لتحت بقى ممكن يعني يعمل فيك مقلب يعني. مساء الخير. مساء النور. يا عيني عليا يا اختي. يا خلاص يا ناس، عليه وعلى جماله، عليه وعلى طعامته. ميرسي جدا يا نور، كسفتوني. مكسوفه يا سخنن. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. عليا قولي لي إيه، طبعا يا جماعه عليا كانت زميلتي في معهد الفنون المسرحيه، بس هي دفعه بعدي. إيه انا بس إيه عايز اعرف عليا، الاول بداتي تمثيل ازاي؟ يعني اول ما بداتي دخلتي البيت من بابه زي ما بيقولوا على المعهد، ولا اشتغلتي قبلها؟ لا اشتغلت قبلها. موضوع المعهد ده جه بمعهد الصدفه. كنت اوريدي انا اشتغلت مسلسل داعيه وفيلم القشاش، و انا ما كنتش عايشه في مصر، انا كنت في الكويت مع اهلي. أوكي. وجيت بدات يعني اشتغلت، وبالصدفه كان عندي اوديشن في مكان وقابلت فيه دكتور اشرف زكي، فالدكتور قال لي انه يعني احنا عندنا قسم جديد عاملينه للناس خريجين الجامعات والكلام ده وكده، فلو حابه تقدمي. قلت له اه يا ريت، انا نفسي ادرس تمثيل. ف دخلت قدمت. طب قولي لي يا حبيبتي، بتمارسي حاجه تانية غير التمثيل؟ كهوايه ولا ك قولي لي. اوكي، انا كهوايتي الغطس، انا غطاسه. الفري دايفنج والدايفنج العادي؟ لا، السكوبا دايفنج. انا فاضلي كورس واحد وهعمل دايف ماستر. ولو ما كنتش ممثله كان ممكن ابقى دايف ماستر، يعني ادرب غطس، انا بحبه جدا. بزنس وايز انا عامله حاجه كده صغننه كده على قدي، بجيب بشتغل في اللبس، فدي سايد بزنس انا عملته اخترعته اكشولي، لانه انتوا طبعا اكيد يعني عارفين ان الموضوع الانكم او الدخل اللي بيجي من التمثيل ولا حاجه. وانا بحب الفاشن وبحب اللبس طول عمري، يعني حتى في مسلسل من المسلسلات انا يعني جايبه فيه لبس معدي كتير البادجت او الفلوس اللي انا خدتها منه، بس انا يعني عشان بحب انت ده. عندك حق في النقطه دي فعلا بدري، احنا ساعات بنجوع. لا اتكلمي عن نفسك. انا ادري عادي. طيب تعالي نلعب بقى. نلعب؟ اه. جاء وقت اللعب سيدتي. يلا هنلعب لعبة البلالين. خلاص؟ فيكي نفس؟ اه بس ايه بقى؟ يلا عايزة اي كلر؟ انا بحب البينك. يلا ايدك هتبقى ورا ظهرك كده وتنفخي. اوف. اوكي لا. انا لا عايزه ايه بدور؟ مش ليه؟ لا لا. عايزه ايه؟ اي واحده. ايدك وحطيها في بقك الاول. بصي هتحطي ايدك مثلا ساي قدامك براحتك. طب مش هتنفخي معانا؟ اجيب لك شيشه معسل؟ افضل كده. افضل كده. لا لا لطيفه، لازم تلعبي معانا مش كل مره بقى. حاسين؟ بليز. انا اسفه خلاص. يلا. عامل ايه؟ بصي هتحطي ايدك مثلا خلاص؟ او ورا ظهرك براحتك. وتنفخي من غير ما تلمسي البالونه.
اوكي اوكي شوفي لايك هي اشتغلت اهو. هي السنس ان انت تمسكيها باسنانك وفي نفس الوقت تدخلي هوا. جود. برافو. واضح دلوقتي ان ندى اقل واحده عندها نفس، من هي اكتر واحده بتتكلم طول البرنامج. الله بدريه بقى فعلا مبدعه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وخمسه والخميس خلي بالك انها لازم تفرقع. تقول لك المعلومه دي لازم تفرقع. لا 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 كملي برافو جون. يلا ها اتنين اوعى تقع من بقك. اوعى اوعى اوعى. هما مالهم انت اللي بتنفخي بتبص لهم هم. يلا شجعوها. برافو 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 كملي برافو. يس 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 يس. انت يلا عادي وتسالي. يلا يلا مور مور مور. يلا 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 يلا. لا يا داري بيطلع صوت وحش قوي. لا 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 الهواء بيروح الهواء بيروح. خلي ركزي ركزي. يلا كمان لو ما تخافيش. الفخ واحد اثنين بدرية. لا يلا ايه ده ايه ده. يلا بدرية بتتقدم اتقدم اتقدم. يلا برافو ندى. برافو تعرف يا واد يا نفيخ. اي خدمه وبعد كده النفيخه نروح نطلع فاضل ونرجع تاني بسرعه. وهتروح في اي حته. برافو يا انت عمري ما حد شبهك بنجمة عربية أو أجنبية. شيرين عبد النور. قالوا لها إنها شبهي. بالنسبة لي موقف محتمل إن واحدة هي اللي بتهجم عليا وبتبوسني. أمورتي الحلوة بقت حلوة بقت تعمى ولها سحر كبير. لها خفة روح لما بتبعد بتروح لبعد. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين الحلقه الحلوه الشيك القمر اللي بارفانها قالب الدنيا مع علياء الحسيني. قالوا لي انا عايز اسالك سؤال بقى بجد. انت عمري ما حد شبهك بنجمه عربيه او اجنبيه؟ اصل انت شبه هقول لك مين. شبه بنت صلاح. هويده. هويده مش عارفه شكلها. لا مثلت مع مامتها اللي عملت فيلمين كده. مرسي الحلوة بقت حلوة بقت تعمى ولها سحر كبير. لها خفة روح لما بتبعد بتروح لبعد. سقفوا بقى. اسمها ايه؟ اسمها اسمها في واحدة تانية اسمها فعليا يعني على الانستجرام. اسمها ايه؟ في 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 كذا حد شبهني. قال لك شبه مين؟ اقول عادي؟ طبعا عادي. ما عشان بس ممكن ده يضايق الناس مني. انا مش ليه يا حبيبتي ده مش عارفه ده مش قمر. قالوا لك انها شبهي. قالوا لها انها شبهي. صح. انا حصل لي موقف بسبب سيرين عبد النور. اكشولي هما موقفين. الله. انا طبعا بعشقها. انثى صوتها انثى. اول ما جيت من الكويت كنت في مكان ولقيت فجأة ياسمين الرئيس وهادي الباجوري. ياسمين بتهجم عليا وبتحضني وبتبوسني وبتقولي سيرين. طبعا يعني انا يعني على ما جمعت انا عارفاها طبعا هي قمر اصلا انا بموت فيها كمان. فقلت لها على فكره انا شبهها. يعني كلام مش سيرين انا عليا. هاي والله العظيم شبهها جدا وكذا. وراحت حتى قالت طب بجد يا هادي مش هي شبهها. ده موقف. فدي ده كان بالنسبه لي موقف محتمل ان واحده هي اللي بتهجم عليا وبتبوسني. في بقى لا مش اي واحده. فنانه وفنانه مخرج يعني. بس بس يعني بسطني. بس بسطني ما خضنيش. اللي خضني بقى وده موقف يعني حتى هو صاحبه انا هقول على اسمه. كنت في مره برضه في مكان تاني فجاه لقيت حد بيهجم عليا وبيجري ورايا وعايز يسلم عليا ويبوسني وانا بجري منه.
سامعاكي ويبوسك؟ ايوه. دي راجل؟ عمال يقول لي سيرين سيرين، طلع شريف باهر. شريف؟ صاحبنا. يقول لي شريف. شريف باهر. اوكي. فشريف انا ما كنتش لسه عارفاه، وكنت لسه فريش جايه يعني. كمان الموقف ده الموقفين حصلوا لي ورا بعض. ما كنتش فريش؟ والله. فلقيت شريف بيقول لي انا اسف والله، والله فاكرك سيرين، والله انا حتى استغربت ان انت عيني جت في عينك وما سلمتيش عليا، والله يا بنتي انت شبهها. قعد يبرر لي يعني كمان لي. مسببه للست مشاكل، ما تسلمي على انك هي وخلاص. لا تزعل. بيقول لك دخل على بوس على طول ده اول مره تشوفه. لا بس هو بس لا بس دي بدايه صداقتنا يعني. انا وهو بقينا اصحاب جدا جدا جدا، وبجد انا بحبه جدا، وحد جميل وجدع جدا. فانا بقى يعني بسلم عليه بقى. شريف باهر. تحية لشريف باهر يا جماعه. انا في حاجه عايزه اقولها على فكره بمناسبه الشبه. عليا كانت الدفعه اللي بعديها على طول، فلما انا لما خرجت من المعهد فقالوا لي اسكتي يا ندى، ده في حته صاروخ داخل السنه دي. بنات بقى اللي بيكلموني بنات، ده في حته صاروخ يا ندى داخل، حسسنا كلنا ان احنا يعني. مين يا جماعه قال لك شبيهه هيفاء وهبي؟ لا مش لدرجه. لا يعني انت بتعرفيش يعني ما سمعتيش الجمله دي في المعهد؟ لا يعني سمعت كومنتس كده يعني. ايوه كده. احنا عايزين بنات حلوه في المعهد، احنا عايزين مش عارف ايه. لا بس ما سمعتيش لفظ او اسم، سوري انا اسفه جدا، اسم هيفاء؟ لا ما سمعتها. لا بس لا ما اعرفش. عليا في حاجه مهمه جدا، وعارفه ان دي حاجه تهمك. مين المخرجين اللي تحبي تشتغلي معاهم؟ سينما ولا تلفزيون؟ اللي يريحك. انا كنت عايزه يعني بتقول لها عزه. بصي انا هقول لك مدام لطيفه، حلم حياتي لو بنتكلم على التلفزيون ان انا اشتغل مع الاستاذه كامله ابو ذكري. بس انا يعني انا بصي انا مقسماها طبعا. اكيد لو طلبتني يعني اكيد هشتغل معاها، بس ده حلم بالنسبه لي. سينما استاذ طارق العريان واستاذ شريف عرفه، ده برضو ده الحلم يعني. وان شاء الله يعني حلمنا كلنا يا اختي. والله. لا يعني بصي علامه وايكون ومفيش حاجه ليهم تطلع ممكن وحشه يعني. يعني حتى انا عندي اصحابي كتير اشتغلوا مع استاذه كامله في اعمال ليهم فظيعه. يعني بالتفاصيل الصغيره قوي بتهتم بيها. وانا ده رايي ان دايما المخرج الشاطر هو اللي بيأثر على المسلسل على الممثل، وهو اللي بيخليه يطلع احسن ما فيه. نلعب ايه بدور؟ هنلعب اربع فواكه تبدا بحرف الميم. أقول أنا جاوب؟ الأربعة؟ أربع فواكه تبدأ بحرف الميم. أوكي. موز. يلا بعد الموز. ها مانجا. ألو موز ومانجا مشمش مندرين. ماشي تمام. طيب السؤال اللي بعده، خمس دول بتبدأ بحرف نون. نرويج. ماشي. نمسا. أوكي نمشيها نوتس بدل توتس. نيجيريا. اوكي. نابلسي شاهين دي صابونه. نيوزيلندا. ايه تاني؟ في واحده يعني مش معروفه قوي. نمسا. احنا قلناها. نيجر. النيجر. لا قلنا ما انا عايزه اشيل الالف والنون. لا وفي نيجر غير نيجيريا. نامبيا. نامبيا. انا كنت هقول نامبيا بس كنت متردده بصراحه، خفت ما تكونش بلد. لا لا بلد. ماشي تمام. يا اختي النمله. النمبيا. خمس اسامي ولاد بحرف الياء. ولاد. ياسر. يحيى. يوسف. يلو. يزيد. يزن. يعقوب. اوكي. يونس. يروح في داهيه بقى. طيب اللي بعده، ست اسماء في افلام فيها لفظ باب. باب الحديد. باب الحديد. باب الوزير. لا على باب الوزير.
صح؟ على باب الوزير، باب الحديد، باب الشمس. باب الشمس. أبواب الشمس. باب الشمس. صح؟ باب زويلة. مش عارفة باب زويلة، ما مش عارفة. ده فيلم؟ لا ده فيلم ده؟ مش فيلم. دي موقعة. في فيلم، فيلم خمسة باب. خمسة بتاع باب. نادية الجندي. أيوه. إيه تاني؟ باب الشمس ده احنا قلنا كم اسم؟ واحد أربعة ثلاثة أربعة أربعة. احنا قلنا كله كده تقريبا. هو طب. المفروض ستة أسامي. طب آخر سؤال بقى. طب قول أنت السادس. لا ما أعرفش. على باب الله بقى. على باب الله. خلاص بقى. والباب يفوت جمل. يعني احنا يعني. طب قولي لي بقى صوت الفيل اسمه إيه؟ زلومة. صوت الفيل. نذير نهيم نعيم. صوت الفيل. إيه تاني؟ اسمه ايه؟ هزير نهيم اعتقد النهيم. نهيم؟ لا صح بجد. نهيم. نهيم الفيل. يا نهيم. ايوه نهيم صح. لا مش بيقول نهيم نهي نهي. ده في الهند بقى. ده في الهند مع الفيلة. نهيم. لا نهيم صح. الصوت نهيم. نهيم. طبعا. صوت الكلب اسمه ايه؟ نباح. النباح. برافو. اوكي. صوت الماء اسمه ايه؟ خرير. خرير. اديني فرصه اكمل ال ال كملي يا للاخر. كملي يا. طيب ماشي خلاص انت قلتيها خرير. اللي بعده ايه؟ صوت الذبابه اسمه ايه؟ رنين زنين طنين. طنين. لا طنين النحل. زنين النحل. صح زنين الذبابه. صح طنين النحل. زطوره. زطوره. ده بقى كده من زطوره من الذبابه دي. زطوره من الذبابه دي. زطوره. مش عارفه اقول لك ايه. حته عسلايه ما شاء الله كانت قاعده معانا. حته منجايه. حته عيب بقى لما اقعد اعكسها كتير. أيوه. كده هيقولوا عليا ايه. فهمونا غلط. بشكر زميلتنا، بشكر الجميله علياء الحسيني على قعدتها معانا ونفسانتها معانا. وبشكركم وبقول لكم استنونا في حلقة جديدة من نفسنا. تصبحوا على خير. إياك شركة سياحة تنصب عليك. المفروض لغاية النهاردة القرعة بتاعت كأس العالم لسه ما اتعملتش. أنا ما بتكلمش مصري قد ما بتكلم روس. لان عليا النعمه من نعمه ربي اللي بيكلمني بالروس على طول. مش لازم ابدا في وسط هذه الاحداث اللي احنا ننسى جول مجدي عبد الغفور. ركز في المنتج المصري. ركز. هتبقى ساحب واحده بيضه زي القمر. بيضه هي بيضه فعلا. ايه ده؟ جسمها حلو. هو عشان انت يعني متاسسه ومرسومه وملونه احنا كلاب جزم مثلا؟ بكى وبقلل المحارم وانا قلت ايه يعني. بكى وبقلل المحارم وانا قلت ايه يعني. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. بصراحة أنا انبسطت جدا واستمتعت جدا جدا. كل الناس كانت مخوفاني خلي بالك هينفسنوا عليكي، فأنا ما فهمتش كلمة نفسنا لأن أنا ما شفتش النهاردة كده. أنا شفت هارموني وكيمستري فظيعة جدا. ما أعرفش يمكن تكون شهادتي مجروحة لأن أنا بحب اللي كانوا يعني بيقدموا الحلقة النهاردة. بس أنا انبسطت جداً.